قرار اكيد وتحملوا على اعماركم. اما الحين معاكم مشاهدينا نصير لفاصل قصير، خليكم معنا. الى اي مدى يمكن ان تكون اسطورة نهاية العالم في عام 2012 التي تنبأت بها حضارة المايا صحيحة؟ وهل هناك حضارة ام حضارات ضائعة؟ وإلى أي زمن يعود تاريخ نشأة الحضارة الإنسانية؟ وهل هناك جذورا من الحقيقة في أسطورة قارة أتلانتس؟ الأجوبة على هذه التساؤلات قدمها المؤتمر الدولي الثاني حول الدراسات القديمة، والذي أقيم في جامعة زايد في مدينة دبي الأكاديمية، واستقطب شخصيات لامعة في بحوث أصول الحضارات وجذور المغامرة الإنسانية على كوكب الأرض. وقد تم في المؤتمر إماطة اللثام عن اكتشافات مثيرة ودراسات جديدة ستقود إلى تحدي وجهات النظر السائدة، وستثير تساؤلات حول أصل الإنسان ومن أين جاء وإلى أين يمضي، آخذين في الاعتبار بعض الاكتشافات الحديثة حول العالم في محاولة لفهم أفضل للماضي السحيق. هذا وأقيم على هامش المؤتمر معرضا لآثار حضارة جزيرة القيامة كمبادرة من الحكومة التشيلية ومنظمة اليونسكو لأول مرة في المنطقة، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على جزر العالم النائية والغامضة. مشاهدينا شفنا معاكم من شوي خبر مؤتمر الدراسات القديمة الدولي لزميلتنا لبنى الكافي، يعطيها العافية أكيد، وكل زملائنا ما يقصرون الموجودين معانا اليوم.